انطلاقا من الدور الذي تقدمه اللجنة الوطنية للدفاع المدني وضمانا للجاهزية التامة في كافة الخدمات المعيشية والصحية والخدمية خلال حالات الطوارئ، وسعيا إلى تعزيز قدرات وإمكانات المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. نظم المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني بالتعاون مع مؤسسة الغابات الأمريكية برنامجا لإعداد القيادات المدنية للحالات الطارئة تستمر لمدة 5 أيام، والذي يأتي تدشينا لبرنامج التعاون التدريبي المزمع تنفيذه حتى عام 2015. طبعا هذا البرنامج التدريبي استمر إلى عام 2015، هو برنامج لإعداد عقادة ميدانيين يستطيع التعامل مع الحالات الطارئة. ايضا راح يخلق عندنا قيادات عملياتيه قادره ان هي تنسق ويعني تقوم بالواجبات الاوليه سواء كان في المحافظات او في الاماكن الاخرى اللي اذا قدر الله يعني حصل فيها اي حاله طارئه. ويهدف البرنامج الى تزويد المشاركين بالمهارات الاساسيه في نظام الاستجابه للحالات الطارئه وتعزيز القدرات البشريه في هذا المجال. ويعمل المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني على تنسيق جهود الاستعداد والاستجابة للحالات الطارئة واختيار الكفاءات المشاركة في البرنامج التدريبي بالتعاون مع مؤسسة الغابات الأمريكية لإيجاد فرق دعم وإسناد لعمليات الاستجابة سواء في المركز الوطني أو اللجان الفرعية. لتلفزيون سلطنة عمان، الملازم أول حمد بن هاشم القريني.